مصر موجود في أسوان، تاني محافظة كابيتانو مصر يزورها عشان يعمل اختبارات الأولاد فيها. لسه في محافظات كتيرة جدا، المنيا، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الغربية وكمان القاهرة. برغم الجو حر جدا بس شباب بقى أسوان النهاردة موجودين من بدري جدا. يلا بينا نروح نبتدي تاني اختبارات في محافظة أسوان. ابتدينا اختبارات اسوان بالفعل من هنا من داخل الملعب، وزي ما انتم شايفين ورايا الاختبارات ابتدت. خليني كده بقى اشرح لحضراتكم الاختبارات بتتم ازاي. الاولاد بيجوا الصبح بدري جدا، بيتم عمل الاستماره لكل لاعب، بعدين بيحصل قياس الوزن والطول، بعد كده كل لاعب بياخد رقم وبناء عليه بيدخل ترتيبه في الاختبارات. ايه بقى اللي بيحصل في الاختبارات دي؟ اختبارات مهاره واختبارات لياقه. كمان بعد الاختبارات اللي بتحصل ورايا بيتم عمل ماتشات لكل الاولاد عشان خاطر يقدروا ان هم يشوفوا المهاره بتاعتهم من قريب جدا. حاجه من الحاجات اللي بتاكد ان كابيتانو مصر حلم كل لعيبه مصر العدد اللي موجود النهارده في محافظه اسوان. زي ما انتم شايفين واقفين حواليا لعيبه جامده جدا، في لعيبه لسه بتسجل، لعيبه لسه بتختبر، بس طبعا كل اللعيبه دي ما كانتش هتبقى موجوده هنا من غير اهاليهم. تعالوا بقى نروح نشوف الاهالي. احكي لي بقى حضرتوا ازاي لليوم النهارده؟ والله هو عسن في نادي في عندنا في الاقصر، مشترك في نادي هناك، بيحب الكره جدا ومتابع عليها خالص في كل، بصي في كل مكان. كان عايز يروح سوهاج، كان عايز يروح القاهره، عايز يروح الاختبارات في كل المحافظات. اه والله يا حبيبي ربنا يوفقك. بس فانا قال لي هروح اسوان، قلت له خلاص تمام اروح معاك. قعدنا صاحيين من بالليل، ركبنا في قطر الساعه 3، جينا هنا الساعه 6 الصبح. طب قولي لي بقى قعدتي معاه اكيد بالليل كده امبارح قاعده بتصحيه بتقولي له ايه بقى؟ لا كان جلجان خالص وما نامش طول الليل صاحي. قلت له ايه؟ لا قلت له ربنا معاك ان شاء الله وشد حيلك وان شاء الله ربنا معاك يعني باذن الله. بينضم لنا بقى في سيزون 2 في كابيتانو مصر النجم كره القدم كابتن طارق السعيد. يا كابتن منورنا ومبسوطه قوي ان انت معانا السيزون ده. ولازم كده اسالك في الاول، كنت بتشوف سيزون 1؟ اكيد طبعا، يعني بدايه يعني انا مبسوط جدا طبعا انضم لكابيتانو مصر اللي مكسره الدنيا في كل حته ما شاء الله. اعتقد كابيتانو مصر طبعا بتعمل مجهود كبير جدا، وان هي تيجي علشان تيجي للناس ومن غير فلوس، كل ديت حاجات بامانه ما كانتش موجوده في السنين اللي قبل كده. نتمنى ان شاء الله الاستمراريه فيها ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا اختبارات اليوم الاول من كابيتانو مصر. صراحه انا مبهوره جدا من عدد اللعيبه اللي كان مشارك، واكيد بنتمنى التوفيق لكل لعيبه مصر اللي بيشاركوا في اختبارات كابيتانو مصر.